مسيناكم مسونا وعلى البواب لاقونا. ما مرقت الدورة الخمستاعش من الميركس دور مرور الكرام، فقرة تكريم الصبوحة أثارت جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأدى بعيلتها أنه تلجأ للقضاء، والسبب باسم فغالي. وينو دكتور حلو دكتور ونني؟ مش رح تفحصوني بقى خلص. يا حياتي أنا شو؟ وحبايبنا من مصر يا حياتي بوسي شالبي. أصلاً التقيت بتوت عنخ آمون ويسلم عليك. يا حياتي أنا يا حياتي وزير السياحة يا حياتي أنا أهلا وسهلا فيك يا حياتي أنا نورتنا. أهلا وسهلا. أنا تجوزت مرتين أنت كم مرة؟ يلا ما في أحلى من السياحة. وقلك فوري ونو. يا حياتي أنا أهلا وسهلا فيك نورتنا يا وقولة يا حياتي أنا يا حياتي اشتقت لك. بعد في أنا ما مرقت عليك. كمان سعد المجرد. يا حياتي يا ريتني هون بعد تنجرب يا حياتي. أهلا وسهلا فيكم يا حياتي أنا. صار وقت أترككم وأخذ ميراكس. أخذ ميراكس عند ربنا. يا حياتي أنا. طل باسم فغالي قلد وبطريقة استفزت كتار شق الشخصي من حياته. باسم رفض الرد وأكد أنه الشحرورة اللي طلبت يدبكوا بدفنة واللي كسرت التقاليد طول حياتها ما بترضى نندبها وإنما نضحك عن ذكرى. أنا جايبين باسم فغالي يضحكون أنا شو بدهم يعني بكيهم. أنا قدمت صباح بكل احترام وبعدين عملت النكت اللي بعملهم كباسم فغالي وأكثر من هيك تكريم لصباح محب ماشي وصباح رح تضل بقلبي للأبد ورح تضل قلبي للأبد. يعني حضرتك ما بتعتبر انه اللي عملته هو بشكل اهانه لصباح باي شكل من الاشكال؟ اكيد لا اكيد لا لا يعني انا كرمت صباح على طريقتي انا بالنهايه ضحك الناس. انا عملت شيء غلط بسوري صباح العيال عم ذكرتنا ولا يلي عملوا له مسلسل عم تلعب السمكات وخسفانه بالاخر هدول اللي اساءوا لها عملي جلطه مره ثانيه من بعد المسلسل ما بدي رد. ترفع دعوه تروح على القضاء ترفع دعوه والمحامي بخلص الموضوع شهرة. أما القائمين على الميراكس فرفضوا تحميل المسؤولية وأكد الدكتور زاهي حلو اتفاق مع فغالي لتقديم أغنية وعدم معرفتهم مضمون فقرته. نحن بالعكس علاقتنا جيدة فيها ونكن لها كل احترام ولا مرة صار أي شيء صدر من الميراكس تجاه بالعكس كانت عطول تكون مشاركة معنا وشاركت مرات عديدة كانت رئيسة لجنة التحكيم وكرمناها عدة مرات بالميراكس وبالحفل بالذات كان في ريبورتاج طويل عريض نعمل بأول السهرة افتتحنا فيه وبعدين عدد من النجوم غنوا لها لصباح واختتم بالفقرة تبع باسم فغالي اللي صار فيها اللغط. بس بدي أقول لكم أنه نحن ما فينا نعرف كل واحد شو ممكن يقول يعني قبل نحن تمرنا قبل على الأغاني بس الكلام كان عفوي يعني ما بعرف يعني مين ما كان في يطلع يقول أي شيء. هذا حفل مباشر ما في لا مونتاج ولا شيء يعني بس ما حدا أكيد بيريد الأذى لصباح ولا حدا بيريد يمس بأي شيء من شعور العائلة ولا من شعور صباح لأنه نحن نعتبر صباح كمان منا وفينا ومن عائلتنا وهي رمز من رموز لبنان يعني ما بينمس فيها أبداً أكيد. تعرضت الصبوحة للكتير خلال حياتها وحتى بعد ما ماتها ما رحموا الناس زعجت كتار هي وعايشة لأن عايشة واستفزن إنه بس بعد عايشة. هل من المسموح انتهاك حرمة الموت؟ هل من المسموح التقليل من احترام كبار من لبنان؟ كيف رح ترد عيلة الصبوحة؟ وشو الإجراءات يلي رح تخدها؟